Tourists that visit the famous cedar forest in Al Erz may not be aware of the small cedar trees that are growing and expanding year after year in the nearby plains. For the past 20 years, people in Bsharreh have been implementing a long-term tree planting strategy to expand the cedar forest. In the past 5 years, more than 100,000 forest trees have been planted and watered with rainwater gathered in the rainwater collection pond. أول خطوة قامت فيها اللجنة هي تسكير الغابة على فترة 5 سنين على الزوار كليا ممنوع. رجعنا عملنا الممرات بقلب الغابة تنظم عملية سير الزوار بقلب الغابة. بعد فترة اكتشفنا انه كل محيط الغابة صحراء يعني في الغابة خضراء وكل المحيط ما في ولا اي شجر بمحيطها لقينا انه من الاسباب الرئيسية لحمايتها انه نخلق كمان محيط اخضر حدا من كل الميلات لكن منطقة التحريج بتبلش تقريبا من علو 1900 لحدود 2400-2500 منطقة عم تسمح لنا بالتحريج حسب نوع التربة اللي موجودة فيها كل المنطقة المحيطة بغابة أرز الرب هي أراضي موضوعة للتحريج حوالي 500 هكتار من الأراضي والمشروع مكفى إذا الله أراد